وبرضه نبدأ من عندك. النهارده الأهلي اتخذ بعض الإجراءات سواء ضد الأستاذ مرتضى منصور في المجلس الأعلى للإعلام أو لدى النائب العام. نبدأ من هنا. هو أستاذ عبد الناصر بس الناس يعني مش عارف ليه مستغربة دفاع النادي الأهلي عن حقه، ومن حق النادي الأهلي يعني أن يسلك كل الطرق القانونية للدفاع عن حقه طبعاً. ويمكن ده بطبع تكون مجلس إدارة النادي الأهلي مسؤول عن النادي الأهلي ومتواجد في المنصب، من حق مجلس إدارة النادي الأهلي أن يسلك الطريق المناسب. فيمكن وضحنا حتى بالأمس النادي الأهلي أرسل شكوى إلى طبعا المجلس الأعلى للإعلام. إحنا كنا أول ناس انفردنا من يوم الخميس وقلنا اللي هيحصل السبت والحد، وقد كان. وفي نفس الوقت النادي الأهلي بيحرك عدد من القضايا بسبب ما حدث في مداخلات رئيس نادي الزمالك من اتهامات ومن ادعاءات ومن سب وقصف بحسب ما رأى النادي الأهلي، والنادي الأهلي من خلال الشؤون القانونية بيسلك الطرق القانونية أيضا في سبيل الدفاع عن حقه بالقانون. يعني خلينا أوضح بس عشان الناس متخيلة، أي تجاوز هيكون ضد النادي الأهلي، النادي الأهلي سيدافع عن حقه بالقانون، سواء مرة سواء اثنين سواء عشرة. الأهلي مركز، الأهلي يتابع، الأهلي بيسلك الطرق القانونية الشرعية في الدفاع عن حقه، والحمد لله دائما القانون بينصف كل صاحب حق. يعني تمام التمام. طب الأهلي عمل ايه يا أستاذ أحمد؟ خلينا نقول يعني يمكن الأهلي أرسل خطاب منذ ساعات للمجلس الأعلى للإعلام بشأن طبعا التجاوزات التي رأى نادي الأهلي من مداخلة رئيس نادي الزمالك منذ ساعات على قناة نادي الزمالك، بالإضافة أن الشؤون القانونية يمكن كانت اجتمعت منذ ساعات أيضا لتحريك أكثر من دعوة قضائية وتقديم بلاغ جديد إلى النادي العام بخصوص برضو بعض التجاوزات التي حدثت. يمكن النادي الأهلي حصرها كلها، وفي الآخر يعني لجنة الشؤون القانونية عن طريق محامي النادي الأهلي ستقوم برفع العديد من الدعاوى القضائية. يمكن الأمر حدث خلال الساعات الماضية أو سيحدث يمكن خلال الساعات اللي احنا بنتكلم فيها دي، ولكن ده أمر طبيعي إن النادي الأهلي بيدافع عن حقه بالقانون. زي ما أنا بقول يمكن الناس متضايقة من ده، أو البعض بيحاول يروج إن هو ليه النادي الأهلي بيعمل كده، وليه كل شوية لا يعمل كده. هذا حق النادي الأهلي، ومن حقه الدفاع عن حقه بالقانون في أي وقت، حتى لو الموضوع اتكرر الموضوع ما اتكررش. مجلس إدارة النادي الأهلي يدافع عن حقه، وكامل التقدير والاحترام للجميع. ساحات القضاء كل واحد يقدم مستنداته واللي ليه حق بياخده. يعني يبقى كده يا جماعة، موقف النادي الأهلي كما انفردنا الخميس وقلنا السبت في تحركات، الأهلي رفع مذكرة إلى المجلس الأعلى للإعلام يشكو فيها قناة الزمالك وبرنامج زملكاوي، وأرفق مع الشكوى صورة اسطوانة مدمجة لكل ما جاء في مداخلات السيد الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وطالب المجلس الأعلى للإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما جاء في هذه المداخلة من تجاوزات. هذا ما جاء أنا نصا من النادي الأهلي، مش كلامنا احنا. ثم بعد ذلك أرسل النادي الأهلي مذكرة أخرى عبارة عن بلاغ تفصيلي إلى السيد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وأرفق عدد من المستندات مع هذا البلاغ ضد السيد الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. يبقى الأهلي اتحرك في مسارين، المجلس الأعلى للإعلام وبلاغات للنائب العام، ولسه هيكمل، لان ما وصلنا ان في كمان قضايا مباشره سترفع في المحكمه الاقتصاديه. هذا ما وصلنا في هذا الملف ردا على مداخلات الاستاذ مرتضى منصور. في المقابل اتفضل يا استاذ. وكامل التقدير والاحترام للجميع، يعني احنا بننقل الخبر. لا لا احنا ما فيش عندنا مشكله في دي. وبنأكد يعني كمان خلينا اوضح الشؤون القانونيه، كمان في اجتماع خلال الساعات القادمه يمكن لبحث بعض الترتيبات الاخرى، يمكن زي ما حضرتك قلت النادي الاهلي ربما يقوم بها. ففي اجتماع للشؤون القانونيه يمكن الاحد، ربما يسفر عن جديد او بعض التحركات القضائيه الاخرى. طيب في المقابل بقى، لأن من النهاردة أعمل لكم فكرة جديدة، إيه اللي بيحصل في الأهلي وإيه اللي بيحصل في الزمالك. في المقابل في نادي الزمالك، ما وصلني في نادي الزمالك حالة من التهدئة
المشوبة بالحذر، وإعادة دراسة للملف كله من أوله لآخره. وعلمت من بعض الناس إن رئيس نادي الزمالك الأستاذ مرتضى منصور قرر إنه ما يعملش مداخلات هذه الأيام في يعني تكتيك استراتيجي جديد، وإنهم معتكفين على دراسة كل ما جاء في حكم الحبس الشهر وآلية تنفيذه إزاي وتعاملهم القانوني مع إزاي. فده موقف الأهلي وشؤونه القانونية أهو. يعني شوف الأستاذ أحمد السيد بيقول لك إيه، تعتكف الشؤون القانونية مع محامي الخطيب والنادي الأهلي الأستاذ محمد عثمان في دراسة الموقف واللجوء إلى الجهات المختصة، مجلس أعلى للإعلام، نائب عام، محكمة اقتصادية مختصة. في المقابل الشؤون القانونية في نادي الزمالك برئاسة الأستاذ محمود خالد ومعاه الأستاذ محمود العسال ومحامي نادي الزمالك بيعتكفوا على دراسة الموقف القانوني حيال ما الذي سيحدث عند تنفيذ الحكم، حال تنفيذ الحكم بالحبس شهر، وإيه اللي هيحصل حال عدم تنفيذ الحكم، وكيف يتم التعامل مع الموقف الحالي. فالاتنين دلوقتي في معركة محامين. الأستاذ أحمد يدخل معايا في النقاش ده لأن هننفرد معاكم بيها. إيه معركة المحامين؟ معركة تكسير عظام. محمد عثمان محامي النادي الأهلي النهارده راح ضارب تصريحات قنبلة. قال لك إيه؟ بيسألوه الإعلام يعني ما اتقبضش على الأستاذ مرتضى منصور لغاية دلوقتي. وبيلعب بينج بونج في النادي، راح رادد قال لك يلعب بينج بونج، يلعب سيجا، هو عارف ان الحكم بياخد من 15 ل 20 يوم عبان ما يصل تنفيذ الاحكام ويتنفذ. نمره 2 مرتضى منصور، ده كلام محمد عثمان، يعلم جيدا انه ما عندهوش بعد ال 20 يوم الا حاجه من 2، لا يسلم نفسه لا يهرب. وبعد كده قال ايه؟ وقال لك مرتضى منصور عارف انه قدامه محكمة النقض ولا يستطيع انه يتقدم لمحكمة النقض الا اذا كان في حالة تنفيذ للحكم. فما يتنطط يلعب بنج، يلعب سيجا، يلعب السبع بلاطات، يلعب بصلح، بعد 20 يوم مش قدامه غير لا يهرب لا يتحبس. رد عليه محامي الاستاذ مرتضى منصور وقالوا له تأدب، عيب انك تكلم رئيس نادي الزمالك بالشكل ده، واخد بالك انت؟ وراهم مصرحين قال لك ايه، لدينا مفاجآت في القضية وندرس الحيثيات بقوة وسيكون لدينا مفاجآت مزلزلة. وقال لك من ضمن المفاجآت ان عندنا ورقة من شأنها تعيد النظر في الحكم من اول وجديد. يا لهوي، ايه يا جماعه الاشتياق ده؟ ده احنا في ديربي بقى. ايه ده يا جماعه؟ ده ماتش كوره ده. ايه ده يا جماعه ده؟ واخد بالك انت؟ ايه يا عم ده؟ عندكم ورقه هتقلب الدنيا وتغير الحكم؟ قال لك ايوه، عندنا ورقه ممكن تقلب الحكم. ده في سطر في الحكم بيقول ان اطمأنت المحكمه وهي تحكم بشهر حبس على مرتضى احمد منصور ابو العلا ان القضية دي ليس في مستنداتها ما يفيد انها قد حفظت من قبل. اوبا، ده القضية دي من المفترض لو رجعت لاساسها مرتضى منصور خد فيها براءة وحفظت، والاستاذ محمد عثمان محامي الكابتن الخطيب تظلم من حفظها او من الحكم البراءه اللي صدر فيها ايا كان، فاعيدت للمحاكمه فخد مرتضى حبس شهر وفي الاستئناف، خد مرتضى منصور حبس سنه وفي الاستئناف السنه بقيت شهر. طب ازاي ده؟ قال لك لا، القاضي بيقول ان القضيه دي لم تحفظ والراجل قايل ده في الحيثيات. احنا عندنا شهادة معتمدة من المحكمة تفيد ان القضية دي حفظت قبل ذلك، وده مستند من شأنه انه يرجع القضية تاني
لإعادة النظر. خلي بالك أنا راجل ما بفهمش في القانون، وطول الله برسيني في القانون. أنا بقول لك الحرب اللي شغالة، فإحنا عندنا مفاجآت، ومش هنسيب محمد عثمان يعمل فينا اللي والترلالي. وشغال اليومين دول تصعد، ده كلام محامين مين؟ الأستاذ مرتضى منصور. راح رادد الأهلي قال لك خلاص ماشي، أنتوا مش عايزين تسكتوا؟ لا، ده إحنا إيه؟ هنطلع على مديرية أمن الجيزة وهنخليه حتى البيت يخاف ينام فيه. رد محامي الأستاذ مرتضى منصور قال لك إحنا متواجدين في النادي وفي النادي النهري، والراجل بيبيت في بيته وزي الفل، والإجراءات القانونية بيننا وبين الخصم يقصده محمد عثمان كل واحد عارف هو هيعمل إيه، وكل واحد حريف في ملعبه، وانتظروا مفاجآت. ففي حرب تكسير عظام شرسة ما بين محامو الكابتن محمود الخطيب ومحامو الأستاذ محمد عثمان. عشان كده احنا قلنا نعمل لكم فكرة جديدة، يا ترى الطرفين بيفكروا ازاي من هنا لغاية تنفيذ الحكم؟ هنقدر نخترق ازاي كلا الكيانين عشان نعرف كل يوم في محامو الخطيب والأهلي وصلوا لفين، ومحامو مرتضى منصور والزمالك وصلوا لفين؟ لأن الموضوع رضيت أم لم ترضى دخل فيه الأهلي والزمالك. وهتلاقي حتى من الأخبار المتداولة الشؤون القانونية في الأهلي تدرس، الشؤون القانونية في الزمالك تدرس، واخد بال حضرتك؟ فده بس ملخص المعركة الشرسة وتكسير العظام ما بين المحامين يا أستاذ أحمد. واحنا بما اننا ما بنفهمش في القانون احنا بننقل بما يرضي الله. صح، ولسه اعتقد الملف ده يكون فيه كتير وكتير الفتره اللي جايه من هنا ومن هنا، ويكون فيه ملفات كتير مفتوحه. وبكل حال من الاحوال زي ما حضرتك قلت، احنا من الخبر كما هو من المصدر، كل ذي حق يعني نتمنى انه ياخده. في الاخر احنا بننادي بالاحترام، بننادي بالادب، بننادي الناس تراعي ربنا وضميرها، بننادي ان ما يكونش فيه تعصب، وما يكونش فيه فتنه، ما يكونش فيه مشاكل ما بين جمهور الناديين، يكون في احترام. يعني اتمنى الامور دي تبقى موجوده الفتره اللي جايه. نتمنى ان الناس المتفرجين والمشاهدين والمشجعين للكيانين الكبار يتفرجوا، لان المعركه القانونيه مكانها القضاء وساحات المحاكم، ودي معركه قانونيه بحته وكل واحد قوي. وعشان كده اطلقت عليها معركه تكسير العظام. هل سينجح محامو الخطيب في حبس الاستاذ مرتضى منصور، أم سينجح محامي مرتضى منصور وهو محامي كبير معاهم في قلب الدفة والموازين خلال الساعات والأيام القادمة؟ في مفاجآت، بقول لك في مفاجآت، ومفاجآت مهمة، وفي ورقة هيطلع ربما يقلب الدنيا رأسا على عقب. يؤكد بذلك محامي الأستاذ مرتضى منصور، في الناحية التانية محامي الكابتن محمود الخطيب بيكذبوا اللي بيقولوه محامي الأستاذ مرتضى منصور ويقول لك محبوس محبوس يا ولدي، والناحية التانية يقول له الأيام بيننا وهنشوف. فالدنيا شائكة وملتهبة جدا جدا جدا.